وأخواتي أبناء وبنات محافظة دير الزور، أبناء وبنات محافظة دير الزور، محافظة الخير والعطاء، وأهلها أهل الشهامة والإباء، أحييكم. أحييكم تحية العروبة، وأعبر عن سعادتي الكبيرة بلقائي معكم اليوم وباستقبالكم الحافل في هذا اليوم الربيعي المشرق كإشراقة وجوهكم والصافي كصفاء قلوبكم. مميزة وخاصة بالنسبة لي، أكبر من أن توصف. إنها لحظات رائعة يشعر فيها المرء بأنه بين أهله الكرام وإخوته الأعزاء. بالمحبة والصدق والوفاء، هذه هي شيم الشعب العربي السوري، وهذا هو شأنكم يا أبناء دير الزور الميامين. وأجدادكم عبر المراحل الطويلة والمفاصل المختلفة التي مرت بها سوريا عبر العقود الماضية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. ولا ننسى كيف تمسك الآباء والأجداد وأنتم اليوم بالوطن، وكيف تتمسكون بعروبتكم وبأمتكم. لقد قدمت هذه المحافظة الكثير، ولا ننسى أيام المحتل الفرنسي، الثورات المختلفة كالعنابزة والبوخابور والشلاش. والتي انطلقت في مواقع مختلفة في مدينة دير الزور والبوكمال والميادين والأحجيف والضيعة وغيرها من المواقع والمناطق والقرى في دير الزور، بالتوازي مع شقيقاتها من الثورات في المحافظات الأخرى في سوريا. واليوم تمر سوريا والمنطقة العربية والشرق الأوسط بمفصل آخر قد لا يقل خطورة عن المفاصل الأخرى التي مرت بها المنطقة من خلال مشاريع استعمارية احتلالية تدميرية تهدف إلى تفتيت منطقتنا وخلق سايكس بيكو شديدة. وما نراه الآن في منطقتنا بشكل عام هو الصراع بين احتمالات نجاح هذه المشاريع واحتمالات فشلها.
أي بمعنى أوضح، ما نراه واحتمالات فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد، والنتائج حتى الآن تبدو ليست لصالح هذا المشروع. فما نراه الآن في الشرق العراق المقاوم، وفي الغرب لبنان المقاوم، وفي الجنوب الشعب الفلسطيني المقاوم، ونحن في سوريا لسنا في الوسط وإنما في القلب، والفرق كبير بين الوسط والقلب من كل هذه الأحداث. علينا ألا نستخف بأعدائنا وخصومنا بالرغم من فشلهم، فدائما لديهم أوراق يخرجونها في أوقات مختلفة من أجل إعطاء الحياة لمشاريعهم الميتة. والآن ما نراه في منطقتنا هو الورقة الأخيرة التي يلعبونها، وهي ورقة الفتنة والتفتيت، وبالتالي يتحول المقاوم لكي يقاتل المقاوم الآخر، والمقاوم يدافع عن المحتل بدلا من أن يقاتل المقاوم دفاعا عن المقاوم ويقاتل المحتل. هذا هو مشروعهم. طبعا أنا لست قلق على سوريا عندما أتحدث في هذا الإطار، لأننا جربنا هذه الألغام في الماضي ونجحنا بوعي الشعب السوري وبوطنيته وبقوميته. ولكن ما هو مطلوب منا الآن، أن نساعد إخوتنا العرب في بعض المناطق وخاصة في العراق على تجاوز هذه الألغام وبأسرع وقت ممكن، وأنتم على احتكاك مع إخوتكم في العراق بشكل مستمر وتتعاطفون معهم وتقفون معهم كما يقف كل مواطن في سوريا مع الشعب العراقي المقاوم. فإذن مسؤوليتنا كبيرة، ليس داخل حدودنا وإنما خارج حدود سوريا، وكل هذا بحاجة للمزيد من الجهد والمزيد من العمل. وهذه الزيارة في جانب من جوانبها تعني بأننا كلما شعرنا باشتداد الضغوط واشتداد وطأة الظروف في الخارج، علينا أن نكرس جهودنا إلى الداخل وأن نزيد من وتيرة عملية التطوير في بلدنا. هذه الزيارة لها معان عميقة جدا ولها دلالات كثيرة. طبعا الجانب الأول هي فرصة لي لكي أطلع ميدانيا على مشاريع التنمية في المحافظات المختلفة، ولكي ألتقي بالمواطنين بشكل مباشر وبالفعاليات، ولكي أستمع منهم لما يدور لما يجري في المنطقة في مناطقهم. من المواطنين من الفعاليات للمشاكل، مشاكل التنمية في المحافظة في المدن في الريف، لمقترحاتهم لتصوراتهم. فعملية التنمية هي عملية مشتركة بيننا جميعا كدولة وكشعب، فهي فرصة هامة لي للاطلاع. وطبعا بعد أن ألتقي بكم وأحييكم سأنتقل لمتابعة الجولة والاطلاع على المزيد من المشاريع، ولاحقا سألتقي بالفعاليات أبناء هذه المحافظة لأستمع منهم عن بعض المشاريع التي لم تسمح لي الفرصة اليوم للاطلاع عليها، وسنحاول أن نقدم الدعم العاجل لزيادة وتيرة التنمية في محافظة دير الزور.
وسنوجه بإزالة كل العقبات التي تعترض مشاريع التنمية الحيوية بشكل مبدئي، والتي طلعت عليها أو التي سأسمع عنها خلال هذه الزيارة. وكما تعلمون هناك مشروع هام وضع في الخطة الخمسية، هو مشروع تنمية المنطقة الشرقية، وهو لن ينعكس فقط على المنطقة الشرقية، ليس الهدف منه فقط محافظة دير الزور والحسكة والرقة، وإنما هو مشروع سينعكس بشكل مباشر على كل المحافظات السورية من دون استثناء، خاصة دمشق وحلب. ودير الزور لها الموقع الأساسي في هذا المشروع لإمكانياتها ولموقعها في منطقة الجزيرة. الجانب الآخر، هذا جانب من جوانب الزيارة. أما الجانب الآخر لهذه الزيارة فهو كي نعطي رسائل للآخرين ونقول لهم بأن المفاهيم والمصطلحات التي تطلقونها تجاه منطقتنا هي مفاهيم وهمية لا قيمة لها. وعلى سبيل المثال مصطلح العزل، يتحدثون عن عزل سوريا وحاولوا إقناع العالم بأنهم تمكنوا من عزل سوريا، وكادوا يقنعون أو أرادوا أن يقنعونا بأننا انعزلنا حتى عن أنفسنا. نحن نقول لهم بأن هذا المصطلح ينجح في حالة واحدة، عندما تكون الجذور خارج الوطن، عندما تكون هذه الجذور مزروعة في الخارج وتسقى في الخارج وتغذى في الخارج، عندها يقطع عنها الماء فيسقط أصحابها. أما عندما تكون هذه الجذور في داخل الوطن وتغذى من قبل الشعب وتنمى من خلال تقاليده وعاداته وتاريخه، فهي لا تعزل إلا من قبل الشعب فقط. والشعب يفتح ذراعيه لكل من يعمل بصدق وإخلاص من أجل خدمته. أما الجانب الثالث لهذه الزيارة فهو أنني من خلال لقائي معكم أستمد القوة والعزيمة والثبات على المواقف. فلا وجود لدولة قوية ولا وجود لمسؤول قوي بوجود شعب ضعيف. والوطن الذي يمتلك شعبا كالشعب العربي السوري العظيم لا خوف على مستقبله، والمسؤول الذي يتحمل مسؤولية شعب من هذا النوع عليه أن لا يخاف من أي شيء على الإطلاق. أحييكم. أحييكم أيها الإخوة والأخوات فرداً فرداً، وأتمنى أن تنقلوا تحياتي لكل مواطن في هذه المحافظة.